السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يا رب حضراتكم تكونوا بخير. فيديو جديد، حلقة جديدة، هنتكلم فيه بالتأكيد عن المباراة اللي شغلة الشارع المصري كله، اللي هي مباراة النادي الأهلي وهزيمته من نادي الهلال السوداني. بصراحة يعني هزيمة مؤلمة جدا وهزيمة صعبة جدا. أنا عايز أتكلم كمان إن فريق نادي الهلال فريق عادي جدا، أقل من العادي. النادي الأهلي الطبيعي بتاعه يكسب 3-4، فريق عادي جدا ما فهمش ولا أي لعيب مميز. النادي الأهلي كان بادئ صح وكان بادئ ضاغط أول ربع ساعة على اساس ان هو يخلص المباراه بدري بدري. النادي الاهلي من بعد تلت ساعه بدا يرجع ويلعب تلتين ملعب. نادي الهلال اخذ الثقه. بصراحه المباراه يعني زي ما بيقولوا كده بدات تبعد عن النادي الاهلي، وفي بعض الخبرات اللي فرقت النهارده مع النادي الاهلي. يعني محمد الشناوي النهارده الجول اللي دخل فيه جول سهل جدا جدا جدا، بس انا اعذر اللاعب، درجه حراره عاليه، كمان كانت الشمس في عين اللاعب. كمان عايز اتكلم بالنسبه لعيبه النادي الاهلي، اتظلمت جدا من الحكم الموريتاني السيء جدا. تحس ان الحكم النهارده قابض كل القرارات ضد النادي الاهلي. النادي الاهلي تقريبا يعني 100 دقيقه ما لعبش فيهم نص ساعه على بعض، طول المباراه بيوقف اللعب. لعيبه السودان كل دقيقه بتقع في القرانن، في الاوتات، في طريقه اللعب كلها. الماتش كله ما تلعبش فيه 5 دقائق متواصله ورا بعض. يعني بصراحه كان ماتش ممل جدا من الحكم المباراه ومن لعيبه نادي الهلال. النادي الاهلي برضو عايز اتكلم يا جماعه ان النادي الاهلي داخل على مدعكه. بصراحه انا مش عارف مين اللي بيحط الجداول في مصر، مش عارف مين اللي بيحط الاجندات بتاعه طريقه اللعب. النادي الاهلي في 40 يوم هيلعب اكتر من 20 مباراه او 15 مباراه. انت بتتكلم 15 20 مباراه في 40 يوم، يعني طح. مهما كان عندك سكواد عالي، مهما كان عندك لعيبه كويسه، موضوع الريكفري ده اللعيبه كده مش هتتمرن، اللعيب مش هيلحق تاخد احمال مقننه، اللعيب اللي لسه جاي من اصابه مش هيلحق يخش في 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 الجاهزيه البدنيه الكامله، مش هينفع. يعني انا شايف بصراحه النادي الاهلي هيلاعب لاعب النهارده نادي الهلال. النادي الهلال ما كسبش بقاله 16 سنه النادي الاهلي. طبعا النادي الاهلي او احنا كمصريين كعبنا عالي دايما على الفرق السودانيه، فرقه تعبانه جدا طول عمرها، طول عمر الفرق السودانيه فرقه عاديه خالص بالنسبه للفرق مصر، سواء اهلي سواء زمالك سواء انبي سواء الاولمبي من سنه 62 واحنا بنكسبهم. بصراحه النهارده ماتش غريب جدا. عايز اتكلم من النادي الاهلي هيلاعب الهلال، بعد الهلال عنده مباراه بعد 3 ايام مع اسوان في اسوان، بعد كده سان داونز، بعد كده هيلاعب الداخليه. كل ده بتتكلم في حوالي 8 ايام 4 مباريات. الله يكون في عون كولر. قندوسي باين ان هو لعيب متميز، باين ان هو لعيب تقيل، نزل عمل تقل في نص الملعب، بس برضه اللعيب تحس ان هو فعلا لعيب جديد على النادي الاهلي، لسه محتاج وقت، محتاج برضه يخش في ديناميكيه الفرقه، محتاج يخش في هيكله الفريق. النهارده السبب الرئيسي في هزيمه النادي الاهلي رقم 1 الحكم، رقم 2 طريقه لعبه اللعيبه السودانيه او الفريق السوداني، طريقه لعبه ممله جدا. وعايز اقول لك ان الفرقه دي هتاخد رابع الترتيب، ما يغركش المكسب النهارده. قطن الكاميروني اقوى منها بكتير، سان داونز اقوى منها ب 50 مره، النادي الاهلي اقوى منها باضعاف اضعاف. اللي اقدر اقوله النهارده هعرض لك النادي الاهلي وهعرض لك الجماهير، لسه بدري قوي، والنادي الاهلي معروف كده كده هيصعد اول مجموعه، خدها مني. انا عايز جماهير النادي الاهلي تطمن كده كده ان شاء الله النادي الاهلي هيصعد اول مجموعه. يعني عنده مباراه سان داونز، هيكسب سان داونز ان شاء الله باذن الله في القاهره، ويطلع القطن الكاميرون ان شاء الله يكسبه في الكاميرون، واحنا اخدين النادي الاهلي بيكسب. فاكرين طبعا احمد حسن وجوله المتميز جدا في القطن الكاميروني في نهاية اما كان رايح جاي، فاكرين احنا. النادي الاهلي طول عمره كعبه عالي على جميع الفرق الافريقيه. عايز الجماهير تهدى، عايز الناس تهدى. كابتن محمود الخطيب طبعا هيطلع بقرارات ان اللعيبه تهدى، وهيعمل اكيد جلسه طارئه مع كولر ومع الجهاز الفني المعاون كابتن سيد عبد الحفيظ. اللعيبه يا جماعه مرهقه جدا. علي معلول انا قلت للجماعه من سنتين ضحك على مصر كلها مشطب بدني. علي معلول كبر يا جماعه، كبر ما عادش، وخاصه بان ان هو كبير قوي او سنه بدا يكبر من مباراه سان داونز للنادي الاهلي اتغلب فيها 5. اتعمل عليه حفله. علي معلول ما كانش ديانج او حمدي فتحي بيلعب وراه ما بيشوفش. النهارده محمد اشرف نزل عمل مباراه طيبه، بس اللعيبه بدنيا يا جماعه لسه بدري قوي. بيرسي تاو طبعا اللعيبه في مصر عارفين بتلعب الساعه 7 الساعه 8 بالليل في 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 هدوء، الجو كويس، الاضاءه كويسه، الوضع كويس جدا. لعب النهار مختلف تماما عن اللعب بالليل. اللعيب لو بيديك بالليل 80% بالنهار هيديك 30%. لعيبة الكرة فاهمة قصدي، بيحصل كرامبات، بيحصل كمان شد نفسي، شد عضلي، بيحصل أمور مالهاش علاقة بكرة القدم. النهاردة لو المباراة
فيها جمهور من الفريق السوداني كان حصل ضغط غير عادي على النادي الاهلي. اللي انا متضايق بس ان الفريق السوداني ما فيهمش حتى لعيب عليه العين، لعيبه تعبانه جدا، المدرب بتاعهم الى حد ما مدرب متمرس في افريقيا، مدرب كويس، بس النادي الاهلي معروف كولر السي في بتاعه كبير، مره في المانيا، مره في فرنسا، مره في النمسا، مدرب يعني عنده سي في محترم. اللي عايز اقوله ان جماهير النادي الاهلي لازم تقف حوالين فرقتها، عنده مباريات صعبه جدا خاصه قدام سان داونز، فريق متمرس واخد البطوله سنه 2016 يعني لسه من كام سنه، فريق كويس، فريق متمرس جدا في بطوله افريقيا. اتمنى النادي الاهلي ان شاء الله يعدي من المرحله دي. كولر ماشي يعني زي ما بيقولوا كده بخطى ثابته، لعب 25 مباراه هزم 3 مباريات، برده ده رقم مش وحش، وبرده اتغلب من كل الانديه الاجنبيه، اتغلب من نادي ريال مدريد، اتغلب من نادي فلامينجو، النهارده اتغلب من نادي الهلال، وده طبيعي. بطوله كاس العالم على قد ما هي جابت عائد مادي متميز جدا للنادي الاهلي، الا انه اللعيبه في 10 ايام تلعب 4 مباريات، ده ضغط رهيب على لعيبه النادي الاهلي. اتمنى ان شاء الله ان الفتره دي تعدي، اتمنى دكتور احمد ابو عبله يعني يحاول الاهلي جميع اللعيبه، المعد البدني كمان لازم يأهل اللعيبه بشكل متميز جدا، يدي لهم احمال مقننه. يا جماعه معلول محتاج ريكفري كتير قوي، انا لو من كولر ما لعبوش مباراه اسوان، العب مباراه سان داونز على طول. اتمنى ان شاء الله الفتره دي تعدي على خير بالنسبه للنادي الاهلي وبالنسبه لجماهيره. ضغط مباريات رهيب جدا، عارفين ان هو لغايه 1/4 عنده مدعكه مباريات كل 3 ايام مباراه. كنت اتمنى النهارده اشوف كهربا، كنت اتمنى اشوف النهارده قندوسي بشكل افضل من كده، بس باين ان هو لعيب كبير جدا. قفشه يا جماعه انا الاهلاويه كلها بتزعل مني، قفشه في المباريات الكبيره بندور عليه ما بنلاقيهوش، ولعيب مرزق يجيب جول من ركنيه من ضربه حره مباشره تخبط في اللعيب وتدخل، يعني طريقه لعبه بصراحه ما بتعجبنيش، شايف ان مستواه لا يرتقي للعب للنادي الاهلي. ناس كتير تختلف معايا، بس انا شايف قفشه هو تاريخه كله القضيه ممكن في نادي الزمالك، لولا القضيه ممكن ما كانش يكمل في النادي الاهلي، وانا متوقع ان بوجود القندوسي هو مش هيكمل. عايز اتكلم على كمان حاجه مهمه جدا بالنسبه لبعض الاخبار اللي ماشيه في الشارع او الدائره في الشارع المصري. نادي الزمالك عارفين هو في بطوله افريقيا كان عنده مباراه عنق زجاجه وصعبه جدا قدام نادي المريخ السوداني، طلع بالنتيجه 0-0. وضع نادي الزمالك سيء جدا في بطوله افريقيا، اتمنى ان شاء الله المباراه القادمه عنده مدعكه مع نادي الترجي، هيلعب الترجي رايح جاي، المباراه الاولى في مصر والمباراه الثانيه في تونس، اتمنى ان شاء الله. طبعا عارفين ملعب رادس ملعب صعب جدا، التوانسه بتحبه وصعب جدا على جميع الفرق سواء مصريه او جميع الفرق العربيه. اتمنى نادي الزمالك يعدي من الكبوه دي. بعد مباراه سموحه قلنا نادي الزمالك هيبدا يرجع، شيك عامل دور كويس جدا، سفرو جعفر يعني عايز حضراتكم تفتكروا الاسم ده، هيكسر الدنيا، هيكسر الدنيا بالنسبه للعشر سنين اللي جايين. خليفه امام عاشور هيلعب في منتخب مصر، وافتكروا كلامي، لعيب متميز جدا. السيد عبد الله نيمار هيلعب في منتخب مصر، في لعيبه كتير جامده جدا في نادي الزمالك، يوسف اسامه نبيه، مصطفى شلبي، في لعيبه جامده جدا بتلعب في نادي الزمالك. شيك عامل تقل للفرقه، شيك عامل انضباط للفرقه. اللي انا بس عايز اقوله ان زيزو وشيكا نادي الزمالك مقسوم جبهتين، جبهه زيزو جبهه شيكا، اتمنى الامور ترجع للمصاب الطبيعي والمسار الطبيعي. وكمان عايز اتكلم بالنسبه للقيد 3 لعيبه بالنسبه لنادي الزمالك، عايز جماهير نادي الزمالك تهدى خالص. المهندس هاني ابو ريده اللي هو الفخر للكوره المصريه والفخر لكل واحد بيفهم في الكوره، واحد من المؤثرين على مستوى العالم في قرارات الفيفا مش في قرارات الدوري المصري بس ولا اتحاد الكوره، بيطمن مشار مرتضى منصور في مكالمه كانت سريه ما بينه وما بين مرتضى منصور و امير مرتضى منصور، ان بيتكلم ان شاء الله الثلاث لعيبه هيتايدوا. نادي الزمالك محتاج اكتر واحد فيهم بالحاج، نادي الزمالك محتاج لعيب رقم 10 كويس جدا، لعيب بيزيد ناحيه اليمين وبيزيد ناحيه الشمال وبيلعب في نص الملعب، بيعمل زياده عدديه بالنسبه للفرقه. بالحاج يقدم الدور ده بشكل متميز جدا. كمان عايز اتكلم بالنسبه لناصر منسي، لازم سيف الجزيري يقعد، سيف الجزيري لازم يقعد على الدكه، لازم يقعد على الدكه عشان مستواه يبدا يرجع. اذكر حضراتكم وارض لك للنادي الاهلي وارض لك امبارح لنادي الزمالك، اتمنى الفرقه المصريه بتاعتنا ان شاء الله ترجع لللاين الطبيعي، وان شاء الله باذن الله الاهلي يقدر يتخطى مباراه صن داونز، وان شاء الله هيقدر يصعد ان شاء الله من دور المجموعات. ده كان فيديو النهارده، لو عجب الفيديو يا ريت تشترك في القناه وتفعل زر الجرس يصلك كل جديد، لو تعملنا على اليوتيوب، لو تعملنا على الفيسبوك يا ريت تعمل لايك وشير للفيديو يوصل لاكبر عدد المتابعين. انا محمد يونس، دمتم في امان الله، سلام.